لا بس انت حكيت لنا كده عن ايه زي ما بيقول الهيدلاين، لسه بقى عايزين نعرف الكواليس والقصه الحقيقيه اللي هي الابس اند داونز والتحديات، وعمر انا قادر اكمل مش قادر، رحلتي كانت شكلها عامل ازاي، مين كان داعم، مين كان بيتحداني، مين كان مصعبها عليا، يعني ايه اللي انت استغنيت عنه علشان اقدر اوصل لده. دي بقى القصص اللي احنا بنحب نسمعها يا عمر علشان كمان نتعلم منها وتبقى حاجه زي كده بوش للشباب الصغير اللي بيتابعنا. انا في البدايه طبعا يعني اي حد بيجي يلعب مش شرط ان هو يكسب على طول، اكيد في مكسب وخساره، احنا بنلعب رياضه، أكيد. الرياضه مكسب وخساره، ففي ناس بتخسر يقول لك لا انا مش هكمل، انا انضربت وخسرت فاكيد مش هكمل. لا، ما انت مش هتكمل، هتفضل طول حياتك بائس، لازم تكمل، وقعت مره هتقف تاني، وقعت مره هتقوم تقف لازم تاني، لازم تقبل ان في فعلا ابس اند داونز في الحياه عامه اكيد، يعني. فلازم تكمل حياتك. انا بدات اكمل حياتي وبدات اشتغل على نفسي اكتر واكتر، بدات اعمل دايت كتير، بدات اظبط في اكلي، بدات اتمرن كتير ليل ونهار بتمرن لحد ما حاولت ان انا ايه عندي هدف لازم اوصل له. الهدف دلوقتي كان من صغري ان انا ابقى بطل عالم في اللعبه دي، نفسي اتحدى ناس كتير، نفسي اسافر، نفسي اروح، نفسي اجي، فبدات العب كتير، فبدات اتحرك كتير، فالناس كانت بتبقى نايمه في بيوتها وفي عز التلج انا ببقى لابس وبطلع اجري. تمام، فالحياه ما بتقفش على حد، الحياه دايما لازم تكافح ولازم تتعب عشان تقدر تحقق هدفك، لازم تحط قدامك بوينت معين تشتغل عليه. انا كنت دايما حاطط قدامي بوينت معين بشتغل عليه، بفضل دايما اسعى ان انا اوصل البوينت ده، فالحمد لله لحد ما ربنا كرمني ووصلت له. هي الحياه اصلا في البدايه يعني هي بتبقى صعبه في الاول، لا حاجه جديده انت بتجربها في اول مره لحياتك، اللعبه مش زي لعبه كره القدم يا تجري ورا الكوره يا مثلا تجيب الجون وبعد كده، لا هي اللعبه داخل يا قاتل مقتول، هي في الاول وفي الاخر رياضات دفاع عن النفس. فلازم عشان تلعب رياضه زي دي ما في ناس كتير بتفكر فيها، انت عشان تلعب رياضه دي لا انا داخل عشان خاطر اتعلم الرياضه لهدف معين. طب ايه هدفك؟ واحد يقول لك انا داخل عشان خاطر لو انضربت في الشارع اعرف ادافع عن نفسي، واحد يقول لك انا عايز استخدمها في البلطجه، واحد يقول لك انا عايز استخدمها كوسيله دفاع عن النفس. هي في الاول وفي الاخر رياضه زي اي رياضه، لازم تستخدمها صح، لازم تستخدمها بعقل، ما ينفعش ان انت مثلا تستخدم الرياضه دي علشان تروح تاذي الناس، ما ينفعش، لازم تستخدمها واحده واحده يعني. ده بالعكس، ده الابطال اللي بيتفوقوا دايما في اي رياضات قتاليه او رياضات عنيفه وفيها دفاع عن النفس، اكيد تلاقيهم اكتر ناس في الدنيا مسالمين وعندهم صبر وطولة بال مش موجودة عندنا. بس ده ما يمنعش ان عمرو دخل خناقات اكيد قبل كده يعني. لا لا، عمري في حياتي ما اتخانقت خالص يا عمرو. عمري بتخاف على اللي قدامك؟ ها، لا لا مش مساله بخاف يعني، اللي قدامي طبعا انا عارف قدرات الحمد لله، واللي قدامي برضه انا عارف قدرات اللي قدامي، فانا ما عنديش استعداد انا مثلا يعني اخاطر بحياتي وازي اللي قدامي. طب ليه ازي ليه؟ يعني ده بقى فكر اللي هو العقلاني بالظبط. وفي الاول وفي الاخر هي روح رياضيه يعني، اللي قدامك مثلا انفعل عليك او غضب عليك خلاص يعني كلمه الله يسامحك وكلمه السلام. المفروض انك تسيبه وتمشي، دي ابسط الامور. وبيقول له في الاول الله يسامحك بعد كده يمسكه ويعجنه. يا ابني انا مش الله يسامحك بعد كده بيعجنه على طول.